يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت لأحد الدعاة كلاما قال فيه إن اختلاف الناس في عقائدهم قضية أقرها القرآن الكريم. نعوذ بالله. وقلت إن هذا كفر، فهل أنا مصيب فيما قلت؟ نعم، اللي يقول إن القرآن يقر الشرك ويقر الكفر هذا لا شك في ردته والعياذ بالله. الشيطان أنكر الشرك وأمر بقتال المشركين، أنكر الكفر وأمر بقتال الكفار، فكيف يقول هذا المسكين إن القرآن أقر؟ إن كان قصده أن هذا موجود يوجد، يوجد لكنه باطل، والقرآن ما أقره ولو وجد، القرآن ينهى عنه، القرآن ينهى عنه ولو وجد. نعم، فهذا إما جاهل مركب مع الأسف أنه ينتسب للدعوة، وإما أنه ضال مضل والعياذ بالله. نعم.